اكبر مشكله ممكن تواجه اي حد عايز يخس ويعمل نظام غذائي هي الجوع. انا الدكتور ابراهيم خطاب وهقول لك بالدليل العلمي ازاي تتخلص من المشكله دي. خليكم معايا. هقول لك على مشروبات وحاجات معينه تقدر تاكلها تقلل الاحساس بالجوع، وزي ما اتفقنا قبل كده في فيديوهات سابقه المشروبات هتبقى بدون سكر او بسكر ستيفيا، واول مشروب هو الشاي الاخضر. الدراسه اللي قدامك دي بتثبت ان الشاي الاخضر بيزود الاحساس بالشبع ويقلل الجوع، والتجربه الثانيه دي بتثبت انه بيزود معدل حرق الدهون، وده بفضل مادتين موجودين فيه هما الكاتيكين والكافيين. اشرب كوبايه او اتنين شاي اخضر في اليوم، بس اعزلهم عن الوجبات قبل الاكل بساعه او بعد الاكل بساعه عشان ما يقللش امتصاص بعض الفيتامينات من الاكل. تاني حاجة القرفة، والدراسة اللي قدامك دي بتثبت انه القرفة بتنظم سكر الدم وبتقلل الشهية والاحساس بالجوع. القرفة ممكن تشربها في اي وقت على مدار اليوم، ولكن الافضل مع الوجبة لانها بتقلل امتصاص السكريات والكربوهيدرات من الاكل، ودي حاجة كويسة. تالت حاجة خل التفاح، والدراسة اللي قدامك دي عملوها على 144 شخص وزنهم زايد، وقسموهم لثلاث مجموعات كانوا بياكلوا نفس الاكل، بس المجموعه الاولى كانوا بيدوها معلقه خل تفاح في اليوم، والمجموعه الثانيه بتاخد معلقتين، والمجموعه الثالثه ما بتاخدش خل تفاح. بعد 12 اسبوع يعني 3 شهور لقوا المجموعه الاولى وزنها نزل كيلو وربع، ومحيط البطن قل سنتي ونص، والدهون الثلاثيه قلت 26%. المجموعه الثانيه اللي كانت بتاخد معلقتين خل تفاح وزنها نزل 2 كيلو الا ربع، محيط البطن قل 2 سنتي، والدهون الثلاثيه برضو قلت 26%، في حين ان المجموعه الثالثه وزنهم زاد على نفس الاكل. خد لك معلقه او اتنين خل تفاح في اليوم، ضيفها على نص كوبايه ميه واشربها قبل وجبتك الرئيسيه، او ضيفها على السلطه، او ممكن تاخدها في شكل كبسولات بتتباع دلوقتي. 2 كيلو في الوزن او سنتي ونص من محيط البطن، ده رقم مش قليل ابدا. دي حاجه من نصيحه واحده، انت لو طبقت 10 نصايح هيدوك نفس النتيجه دي، معناها انك في 3 شهور ممكن تخس 20 كيلو زياده، ومحيط بطنك اللي هو الكرش ممكن تتخلص منه تماما. رابع حاجه الحلبه، والتجربه اللي قدامك دي اتعملت على سيدات وزنهم زائد، وبتثبت ان الحلبه بتقلل الشهيه وتنظم سكر الدم وتقلل الكوليسترول وتاخر امتصاص الكربوهيدرات والدهون. ممكن تشرب منها كوبايه، والافضل انك تاكل منها معلقه من بذور الحلبه، خدها قبل وجبتك الرئيسيه. تقدر تطحنها او تاكلها منبته او تنقعها في ميه، او حتى ممكن في شكل كبسولات. المشروب الاخير اللي بيقلل الشهية اتعملت عليه التجربة اللي قدامك دي، وقسموا الناس فيها المجموعتين، مجموعة شربوهم مية قبل الاكل ومجموعة لا، وكانوا بياكلوا نفس الاكل. بعد 12 اسبوع لقوا انه اللي بيشربوا مية قبل الاكل خسوا في المتوسط 2 كيلو اكتر من المجموعة التانية. اشرب كوبايتين ميه كبار قبل كل وجبه. وبمناسبه الميه، المخ احيانا بيتلخبط ما بين اشارات الجوع والعطش، احيانا بيبقى جسمك محتاج ميه وعطشان، ولكن بيترجمها على انك جعان فيخليك تروح تاكل مع انك كنت لسه واكل. لما يحصل معاك كده اشرب ميه واستنى شويه، هتلاقيك خلاص مش جعان. في مشروبات كمان غير اللي ذكرتها بتساعد، زي الليمون، الزنجبيل، القهوه، وفي اعشاب تانيه كتير ولكنها نادره مش متوفره. انا جبت لك الحاجات اللي عليها دراسات واضحه وكمان متوفرة وموجودة في كل بيت. نيجي بقى للأكل، زود مصادر البروتين في أكلك، الأسماك، اللحوم، الفراخ، البيض، الجبنة القريش. الدراسة اللي قدامك دي عملوها على بنات مراهقات وزنهم زايد، كان بيخلوهم يفطروا كل يوم فطار غني بالبروتين، ووجدوا أن معدلات الجوع عندهم بتقل على مدار اليوم. زيادة البروتين في الأكل بيقلل الجوع بنسبة 60%، وخاصة الجوع اللي بيجي بالليل، وده لأن البروتين بياخد وقت أطول في الهضم، وكمان بيزود هرمون الشبع. ما ينفعش وجباتك ما تبقاش فيها بروتين. زود الألياف في أكلك، الألياف لما بتاكلها بتمتص مية ويزيد حجمها وتزود الإحساس بالشبع. الألياف موجودة في الخضروات الورقية زي الخس، الجرجير، السبانخ، موجودة كمان في الشوفان، التفاح، الأفوكادو، اللوز، البروكلي. الخضروات الورقية غير إن فيها ألياف كمان فيها بوتاسيوم ومغنيسيوم، واللي لهم دور كبير في إنهم يقللوا الجوع عن طريق إنهم بيقللوا مقاومة الأنسولين. المغنيسيوم بالذات مفيد جدا للناس اللي بيبقى دايما نفسهم في شوكولاتة. الدراسات لقت إن الناس دي بيبقى غالبا عندهم نقص مغنيسيوم، فدول لازم يزودوا من أكل الخضروات الورقية أو ياخدوا مكمل مغنيسيوم بيبقى موجود في الصيدليات. أفضل الخضروات على الإطلاق واللي بيقلل الشهية هي السبانخ. الدراسة اللي قدامك دي بتثبت ان مستخلص السبانخ بيأخر هضم الدهون، وكمان بيزود الاحساس بالشبع.
ده غير الفوائد التانية الكتير للسبانخ، دخلوها في وجباتكم بأي طريقة تحبوها، اطبخوها بالبخار أو ضيفوها في شكل ورق أخضر على السلطة. كده يبقى وجباتك الرئيسية لازم تبقى غنية بالبروتين وغنية بالألياف، ولو جعت في النص خد ثمرة فاكهة، خضروات، مكسرات بكميات قليلة، 7 لوزات مثلا، بيضة، فشار، ويكون معمول بطريقة صحية وباستخدام حاجة من أنواع الملح اللي ذكرناها في فيديو السوائل المحتبسة علشان وزنك ما يحبسش ميه ويزيد، هسيب لك الرابط بتاعه تحت الفيديو. في حاجات كمان مثبته علميا وبتقلل الاحساس بالجوع، مضغ اللبان او العلك بدون سكر، النوم المنتظم بيقلل الاحساس بالجوع بنسبه 60%، تثبيت مواعيد الاكل يعني الوجبه الاولى الساعه كذا والوجبه الثانيه الساعه كذا، الصيام والصيام المتقطع بيقللوا الاحساس بالجوع وبينظموا هرمونات الجوع والشبع، بشرط انك لما تفطر ما تفطرش على وجبه كبيره وما يكونش فيها كربوهيدرات كتير. التركيز اثناء الاكل بيقلل الجوع وبيزود الاحساس بالشبع، يعني ما تاكلش وانت بتتفرج على التلفزيون او انت بتلعب في الموبايل. اهم حاجه عايزك تبعد عنها لما تجوع هي الكربوهيدرات البسيطه، السكريات، الحلويات، المخبوزات، لان الحاجات دي اصلا غير ان فيها سعرات وبتزود الوزن، دي كمان بتزود الاحساس بالجوع، يعني انت رايح تاكلها عشان تشبع فتلاقي نفسك جوعت اكتر من الاول وندخل في دايره مفرغه. ضروري جدا تشوف الفيديو بتاع تحدي السكر، هسيب الرابط بتاعه في اول تعليق تحت الفيديو. عملية الجوع والشبع في جسمنا بيتحكم فيها 3 هرمونات، لما بناكل بنشبع بيزيد هرمون الشبع عندنا، وبعدها ينادي على الانسولين يقول له تعالى وزع الاكل ده على الخلايا وعلى اعضاء الجسم، الانسولين يبقى عالي ويوزع، ولما يخلص كده ينزل الانسولين لمستوى قليل، بعدها ينادي على هرمون الجوع يقول له تعالى هات لنا اكل. مشكلة السكريات والحلويات انها بترفع الانسولين بسرعة وينزل بسرعة، فينادي هرمون الجوع اللي بدوره هيفضل كده عالي كل شوية، الانسولين بيزيد ويقل وهرمون الجوع يفضل عالي لفترات طويلة. امنع السكريات والحلويات هتلاقي نفسك اتخلصت من الجوع ده بشكل كبير جدا. الخلاصة علشان ما تجوعش استخدم المشروبات اللي ذكرناها زي القرفة والشاي الاخضر، واشرب مية قبل الاكل، زود مصادر البروتين والالياف في اكلك، لو حسيت بالجوع ما تلجاش ابدا للكربوهيدرات وخاصة البسيطة. knowledge is not enough we must apply، المعرفة لوحدها مش كفاية، الاهم التطبيق. اشوفكم الفيديو الجاي. ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وسيبوا لي تعليقاتكم واسئلتكم تحت في الكومنتات وانا هرد عليها.